معايا ايضا الكابتن اشرف خضر المدير الفني السابق للنادي الاسماعيلي. يا كابتن اشرف، مشرف ومنور والبقاء لله. حبيبي كريم، ربنا يخليك، ربنا يكرمك. بالتاكيد ده خبر كان حزين وصادم لينا جميعا النهارده، وبالتاكيد ليك ايضا. يعني اكيد طبعا، يعني لكل المصريين، يعني لان إيهاب جلال يعني كان محترم، كان محبوب، الناس كلها كانت بتحبه، اكيد انت عارف يعني. لكن هو فعلا انا سمعته وانت بتتكلم، إيهاب ما بقالوش يعني فتره بسيطه، مش إيهاب ده بقاله فتره كبيره. إيهاب كان عنده ضغوط كتيره وتحمل حاجات الفترات اللي فاتت كانت صعبه جدا جدا جدا. لكن يعني الواحد برضو الحمد لله رب العالمين عارف ان إيهاب هيبقى في حته كويسه. إيهاب يعني راجل جدع وخير ويساعد الناس، يعني ان شاء الله ربنا ان شاء الله يرحمه رحمه كبيره. وبنطلب من الكل فعلا يدعوا له، لان إيهاب شخصيه جميله جدا ومحترم جدا. كابتن اشرف، يعني كابتن اشرف، كابتن إيهاب جلال كان استلم مهمه النادي الاسماعيلي في ظروف في منتهى الصعوبه، وتحمل هذه الظروف وتعامل معها. ولما سالته من فتره قريبه قال لي انا بحب الاسماعيلي واحب ان انا اشتغل حتى لو الظروف صعبه، انا مش لازم اجي الاسماعيلي وظروفه كويسه، اجي الاسماعيلي وظروفه صعبه واتعامل في هذه الظروف عادي جدا واحاول اساعد الاسماعيلي. انت اكيد تعاملت عن قرب مع الكابتن إيهاب جلال فيما يخص هذا الامر والضغوط اللي كان بيتعرض ليها الكابتن إيهاب جلال في النادي الاسماعيلي على مستوى النتائج، على مستوى الصفقات، على مستوى اللاعبين الراحلين، ورغم كده الراجل اشتغل واجتهد. طبعا إيهاب اشتغل في ظروف صعبه، هو دايما كل شغله والمحطات بتاعته كانت كلها صعبه، وهو كان قد الكلام دوت، لان هو اتولد كبير إيهاب يعني. ففعلا الامور كانت صعبه جدا، والسنه اللي عدت دي كانت مشكله كبيره، وكان هو قلقان قوي لان الامور كانت صعبه والفريق كان يعني الامور مش احسن حاجه. لكن هو اتحمل، وده كله كان على اعصابه بصراحه يعني. فربنا الحمد لله عداها على خير، لكن كانت فعلا فعلا صعبه. صحيح كابتن اشرف خضر، انا بشكرك شكرا جزيلا والبقاء لله.